السلام عليكم، جاكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون كما شفتوا على سعر الايباد ويت في الجزائر. كما على بالكم هذا مامو ثاني فيديو على الايبادات درته. درت فيديو واحد ما على الايبادات عندي بشويه زمني درته، وهذا شغل ثاني فيديو على الايبادات راح نديرو ان شاء الله يجيب مشاهده كما الفيديو الاول على الايباد. وقبل ما نشوفوا الايباد هذا شحال راه يدير ونحكي لكم عليه واش كاين واش ما كاش فيه وشنو زعما فايس خير تقدر تشريهم. و قبل ما نبداو هذا فايس مازالو شرق فاني وشركين نديرو جيم فيديو برشا نصا كون حبيتو انستغرام تاع تلقاو في الوصف اللي حبيت لي ابوني روحو تما الانستغرام و ونبداو. اول حاجه شوفو التصاور تاع الجهاز هذايا، عامليك التصاور تاعو ودوك نحكي لكم عليه. شوفو التصاور نحكي لكم عليه. الايباد ويت هذا وشنو هو تقريبا طالب عليه شويه بزاف، على اغلبيتهم يحبوه ويحاسوا عليه هذا الايباد. علاه السعر تاعو شغل جاي ماشي غالي بزاف بالنسبه للايبادات الاخرين، ويعطيك مواصفات لاباس بيهم ملاح شغل لاباس بيه هاي. وهو هكذا على بيها شغل بزاف هضروا عليه وسمو قالوا بلي مليح، شغل ارخص ايباد تقدر تشري بمواصفات هذا. والمشكل تاعو انه السعر تاعو ما رخيص، ما يفوتش واحد رخيص بالنسبه للايبادات الاخرين. نورمالمون ما يفوتش 6 ملايين 8 ملايين هكذاك، مامو 7 ملايين 8 ملايين ما يفوتهاش. هو السعر تاعو دوك نشوفوه شحال ونقول لكم دوك على السعر تاعو جا غالي. دوك السعر اللي نشوفوه على خاطر هذا ما جابوش بزاف، فهمتوا قليل وين تلقاه في متوفر في المحلات، وزيد ايباد زعما هكذايا باعو غالي شغل هكا برك. ودوك نقول لكم وشنو هو الخيار اللي كاين واحد اخر تقدر تشريه. السعر تاعو راه 15.5 مليون، هاوليك 128 جيجا. وشنو هو زعما المنا شغل انا ماشي في الايباد بصح عجبتني بالنسبه للبري تاعها، شغل البري تاعها نفس المامو هذاك هو البري تاعها فهمتو، بصح كيما الايباد ماشي البري تاعو، المامو البري تاعو قل فهمتو، ماشي زعما قلت الايباد انا هذا ماشي مليح، لا الايباد هذا هاي ولا بس به، قصدي برك في البري الاخر خير، الاخر هذا هو البري تاعو وهذا ماشي هذا هو البري تاعو فهمتو كيفاه. وراني هضرت عليها في الفيديو تاع سعر طابلات طاب اسات تاع سامسونج، هذيك هي المنافسه تاع هذا شغل البري تاعها. نحط لكم فيديو عاودوا شوفوه، هذيك تقريبا نفس البري مع هذا وشغل تقدر تجيب هذيك خير في عوض انك ما تشري ايباد ويت ب 15 مليون ما هو البري تاعو قال فهمتوا كيفاه. وهذه ما حبيت نقول لكم برك، هذا كان فيديو اليوم فيديو خفيف ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو فتكم به. شوفوا كون داك شاركين نديرو جيم فيديو برشا ما كان حبيتو اسكاتي غير فصل لي عبد لي ابوني بارطاجوا الفيديو مع صحابكم ونتلاقوا فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم.